قررتوا ايه؟ The Wonder Mark. هي قصدها The Wonder Mark. The Mark Ville. انا عندي اسبابي. وانا كمان عندي اسباب. انا شايفة ان المكان هنا حلو قوي وشكل الروف ده مخليه اجمل بكتير. انا قلت يمكن عشان The Mark Gardens حلو. لكن انت شفت ووتر مارك؟ هتلاقي فين بيتش فرونت فيلا وسويم باللاجونز في القاهرة غير في ذا ووتر مارك؟ يا اخي انا طول عمري برتاح معاك في الكلام. الو ايوه كندا، مالها ذا ووتر مارك؟ ما حلوه اهي. تمام معلش يا عمرو، كان نفسي قوي نسكن هنا بس المكان كله سولد اوت. ولا ايه يا علي؟ بعتني بكام يا علي؟ واوعوا تفتكروا ان ذا مارك فيل فيها جنينه واحده بس، دول خمس جناين، يعني هنلاقي هدوء زي ده فين؟ اسمعوا كده. صراحه انا مع كندا، ذا مارك فيل. هو انتوا شفتوا ذا وندر مارك؟ اذا كانت هي بتحب الرسم فهنا الفن كله. لا يا جماعه محتاجين تكرروا، انا لسه ما حكيتلكمش على السحر. ذا مارك كوميونيتيز بتقدم لك اول فيلا اكسكلوسيف كوميونيتيز بتصميم متميز واسلوب حياه عصري هيخليك تحتار وعايز تعيش فيهم كلهم. ذا مارك كوميونيتيز، ليف انسبايرد.